الأستاذة خديجة أهليل، رئيسة جمعية اتحاد المرأة المغربية، ورئيسة مركز الاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني والدعم النفسي، مركز الوساطة الأسرية مع الإدماج في سوق الشغل، ورئيسة شبكة جمعيات المرأة المغربية المتحدة. بخصوص مركز العنف ضد النساء، الهدف ديالنا هو أننا كنوقفوا بجانب جميع الشرائح ديال النساء اللي عندهم مشاكل مع الأزواج ديالهم، أو بصفة عامة عندهم العنف. كنوجهوهم، نستمعوا لهم، كنرشدوهم، كنحاولوا أننا نديروا إصلاح ذات البين بين الزوجين أو بين الطرفين، باش ما نوصلوش للملفات المحكمة. عندنا واحد اجتهاد داخل الاسوسياسيون أننا كنستدعيو الطرف الثاني باش هو يحضر المركز، ونحاولوا أننا نديروا الوساطة الأسرية. وأغلبية الملفات تفضي إلى الصلح، ما كيوصلش الملف المحكمة. ولا أصرت الزوجة على أننا ما بغاش تصالح مع الزوج ديالها، وحصل واحد الشقاق أننا كنبقاو معاها في الملف ديالها، كنخدموا معاها من أ حتى لزيد باش تحصل على حقوق ديالها كاملة. هي من الطبيعي أننا الحياة الاجتماعية ديالنا أو التقدم السير ديال المغرب، أننا المرأة أنها حاولت، ماشي حاولت، أنها تمكنات من أننا توصل واحد المراتب، أننا باش حتى المستوى ديال القرار. أننا دابا كنشوفوا أكثرية النساء لا في القضاء ولا في النيابة العامة، سيرتو غير في العمل ديالنا حنايا، التسيير ديال مراكز الاستماع، التسيير كاع الأطور كلهم نساء. مجال طبي، مجال قانوني، مجال اقتصادي، القضاء، يعني المرأة احتلت واحد المرتبة يعني مشرفة في داخل المغرب ديالنا. بالنسبة يعني فحنا حتى الاحتكاك ديالنا مع هذا العمل ديالنا، يعني في المستوى القرار ولات كتحتلو المرأة قرار ديال جميع على جميع المستويات. يعني حتى الرجل كيشوف ديك النظره، ديك الشموليه للمراه، يعني نصفين، النصف الثاني الرجل والنصف الاخر المراه. حنا في الفتره ديال جائحه كورونا اننا كنا كنستقبلوا عبر الهاتف واحد المجموعه ديال الملفات، والغريب في الامر اننا افتخرنا ان الخليه ديال العنف في المحاكم الزجريه انها كانت مفتوحه، ان وكاله الملك انها كانت كتستقبل النساء ضحايا العنف، كانوا كيستقبلوا في جائحه كورونا. حنا كنحاولوا اننا نوجههم وكانوا كيستقبلوهم، ومباشره من بعد التخفيف من جائحه كورونا الملفات كاع اللي كانت عويصه اننا حاولنا اننا نعاودوا نستقبلوها ونحلوا لها المشاكل ديالها، ونديروا الاسترسال في القضايا ديال المرأة. كاين الاستقبال، الاستماع، الدعم النفسي، الدعم الاجتماعي. يعني حنا كنا كنقوموا بهاد كتخفي عليها، واخا غير بار تليفون كتخفي عليها وتتقولي لها غير صبري واحد الشويه، راه كلشي غادي يفوت وكلشي غادي يزول، وحنا ان شاء الله حتى العمل ديالنا غادي 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 يعني نعاودوا حياه جديده، وحتى العمل عمل جديد. وفعلا ما بعد جائحه كورونا او التخفيف اننا بدلنا واحد الطاقم ديال الجروب دو طرافاي اللي حنا تنخدموا، يعني التحقت بينا الدكتورة نفسية، التحق بس بينا المرشدة الاجتماعية، التحقوا بينا واحد مجموعة ديال المحاميات، مجموعة ديال الطبيبات. يعني حنا ماشي غير كنحلوا لهم المشاكل ديالهم، حتى المساعدة الاجتماعية
كيكون عندها واحد الوراق خاصينها ما عندهاش، كنكتب واحد بتيمو لرئيس قسم الحاله المدنيه، قسم سميتها هذا الجماعه، يعني تنقولوا لهم بالتيمو ديالنا انه خصنا هذا الوراق باش نخدموا حنا. وكي المراه ملي كي الراجل ديالها كيطرد من بيت الزوجيه كيطردها جميع الوثائق ديالها، ما عندها لا كارت ناسيونال لا عقد زواج لا خلوق. حنا كنعرفوا كيفاش نجيبوا ليها هادو واخا ما يعطيوش لها الراجل. كاينين في الاداره اللي كتكون مسجله الوليد ديالها راه كتكون حاطه العقد ديال الزواج في الملف ديالها قبل ما تسجل الوليد ديالها، كنكتبوا بتيمو رئيس قسم الحاله المدنيه وكتحصل على الوريقات ديالها عن طريق المركز ديالنا. ان المراه المغربيه انها طاقه جباره وقوه جياشه متحمسه، ينبغي العنايه بها واستثمار طاقتها لكي لا تعكسها فتصبح خامله يائسه تعتمد على الحظ والمصادفه. انا تنقول المراه خصها تكون عندها واحد الشخصيه، يكون عندها واحد الدعم اقتصادي باش تعول نفسها وتعول حتى العائله ديالها. وكنقدم بهذه المناسبه واحد البيتين شعريين المرأة: يا ابنة الجيل أفيقي كأخيك المستفيقي لتسترجعي ما ضاع في النوم العميقي.